حضر سامح عاشور نقيب المحامين جلسة ختام فعاليات ملتقى محامي الإسكندرية المنعقد في مدينة بورسعيد، وقد طلب النقيب في البداية الاستماع إلى 6 من شباب المحامين لعرض تساؤلاتهم. أنا كنت حابب وما زلت مصر على أنه لقائنا يبقى لقاء استماع مني قبل أن أبحث، وأنا بالرغم من الإيجاز الشديد اللي اتعمل في الكلمات السابقة دي، إن أنا مصر إن أنا أسمع على الأقل 5 أو 6 من محامين الشبان ومن واحد الشيوخ. وفي كلمته تناول عاشور عددا من الموضوعات التي تشغل الساحة العربية، ومنها الاعتداءات الصهيونية على فلسطين وسوريا ومحاولات تقسيم ليبيا والجرائم التي تمارس ضد الشعب اليمني. واستنكر عاشور قرارات الرئيس الأمريكي خاصة بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، واصفا ذلك بالبلطجة السياسية. لكن في قيمة تانية احنا لازم ندركها، مش عشان احنا ضعف النهاردة ما عندناش قوة نضرب، نحن نسلم ونستكين لا مش هنسلم ومش هنستكين ومش هنقبل. ولازم نقول اخوانا انه دفاعنا عن ارضنا العربية ده دفاع عن انفسنا، لانه اللي هياخد فلسطين مش بياخد فلسطين، ده بياخد فلسطين عشان يدوس على مصر. واللي بيحتل سوريا او عايز يحتل سوريا مش بيحتل سوريا علشان ياخد سوريا، انما علشان يحتل مصر. واللي بيقسم في ليبيا مش عشان يقسم ليبيا، عشان يقسم مصر. واللي بيقسم في السودان مش عشان نحمي السودان، لا عشان نحمي مصر. اللي بيضرب في اليمن، اللي بيبهدل يهتك عرض الشعب اليمني في اليمن، هيضرب الشعب المصري في يوم من الايام لو احنا سبناه. اذا احنا المستهدفين، احنا المستهدفين، بس مش عايزين حد يتوهنا عن اعدائنا الحقيقيين. احنا لينا اعداء. انا كنقابه، وانا بمسؤوليتي الكامله، اعدائي وموقف نقابتي واتحاد المحامين العرب تجاه اسرائيل وتجاه امريكا، لا دول اصدقائنا ولا دول جيراننا، ولا هنقبل ان يبقى في دوله فلسطينيه جنب الدوله الصهيونيه. على فكره هم بيقولوا اسرائيل لكل فلسطين، واحنا بنقول فلسطين لكل فلسطين، من غير اسرائيل، من غير اسم، من غير اي خصال. وفي السياق النقابي، كشف عاشور عن وصول فائض النقابة إلى 604 ملايين جنيه، مع وجود خطة لوصوله إلى 1 مليار جنيه بنهاية العام الحالي. لكن بس لا نجيد الدعاية لما نقدم للناس، احنا ما بنعرفش نسوق أو نروج لما وصلنا إليه من إنجاز. لما يبقى النهاردة حجم الودائع الفائض النقدي اللي موجود في البنوك النهاردة 604 مليون جنيه النهاردة، واحنا عندنا خطة انها تصل الى رقم 1 مليار على نهاية السنة، ده كلام غير مسبوق. احنا كنا صفر قبل كده، كنا صفر، ما كانش فيه ولا مليم. النهاردة قدرنا نعيد توظيف اموالنا وايضا ترشيد انفاقنا بقدر الامكان لغاية ما وصلنا الى الحدود اللي موجودة دي. ما تهتش مننا مصلحة المحامين، لان احنا مدركين انه في زيادات قادمة اكبر، في التزامات قادمة أعلى إحنا محتاجين نقدمها للمحامين. من جهته قال السيد نايف عضو مجلس النقابة العامة عن الأسكندرية إن مجلس المحامين الحالي حقق الكثير من الإنجازات التي نادى بها المحامون خلال المجالس السابقة، وعلى رأسها تنقية الجداول والدمغة الإلكترونية وتحسين ملفي المعاش والعلاج. يا معالي النقيب، على مدار مدة المجلس الحالي رأينا أحلاما كانت تغازل مجالس سابقة تحققت في عهدكم وأصبحت في مجلسكم الحالي واقعا مشهودا ملموسا يستفيد منه ويشهد له المنتقد والمعترض قبل المتفق والمؤيد. تبدأ بثورة التنقية مرورا بمبنى النقابة الجديد والتجديدات الشاملة لاستراحات المحامين على مستوى الجمهورية، وانتهاء بالدمغة الإلكترونية. فيما وصف أيمن الفولي عضو مجلس النقابة العامة عن الأسكندرية دورة المجلس الحالي بالتاريخية نتيجة لما تحقق من إنجازات، وعلى رأسها معركة تنقية الجداول والتي خاضها النقيب العام. ما حصلش قبل كده في أي دورة من الدورات مثل ما حدث في هذه الدورة. معركة التنقية الذي خاضها
معالي نقيب المحامين ومعاه المجلس، ولكن احنا كنا خلفه. هو اللي تصدى وهو اللي قال انا يا جماعه انا اللي انا متصدي لهذا الموضوع، وقولوا ان سامح عاشور هو اللي قال. انما اللي حصل من جانبه، اكد ابراهيم ابو زيد عضو مجلس النقابه العامه عن الاسكندريه دعم جموع المحامين للنقيب العام ومجلس النقابه في قراراته، مضيفا ان النقيب تحمل على كاهله قرار تنقيه الجداول تنفيذا لمصلحه جموع المحامين ومستقبل المهنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد النقيب، تحملت على كاهلك عبء ثقيل وهو التنقيه، وقد تحملته على كاهلك لوحدك، وصدرت احكام ضدك بسبب هذه التنقيه، فاحنا نحن وراءك ونحن خلفك ولن نتركك لوحدك في هذه المعركه. وكشف محمود الامير نقيب شرق الاسكندريه عن سعي النقابه الفرعيه لانشاء لجنتي المراه والقطاع العام، فضلا عن ضم مستشفيات جديده لمشروع العلاج بالمحافظه بالتنسيق مع النقابه العامه. لمحامي الاسكندريه بقدر المستطاع وفقا للمناخ الذي نعيش فيه، ووفقا لما معنا من امكانيات ولكن مساعدة معاليكم ووقوف النقابة العامة بجانب النقابة الفرعية. وحاليا هناك خدمات تؤدى بالإسكندرية، يعني مثلا منها السجل المدني الذي يخدم نقابة شرق وغرب في الإسكندرية. حضر المؤتمر كل من خالد أبو كريشة أمين عام النقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وأحمد عشماوي وماجد حنا وإبراهيم عبد الرحيم أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد عبد النعيم نقيب فرعية بورسعيد، وعدد من أعضاء مجالس فرعيات شرق وغرب الإسكندرية وبورسعيد.